Do you know how nasty does that taste? ليش طيب انت watermelon. وفي النهاية اخذت شربت شيء نيستي ها؟ الله اليوم الجو افا فيه هتان صح؟ مطر خفيف الان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله مساءكم بكل خير. اليوم عندنا عده مشاوير بنقضيها، لكن سبحان الله المطر صب علينا فما ادري اذا بنقدر نقضيها ولا لا. طبعا بكره اللي هو اليوم الوطني الامريكي تقريبا وحيستمر ثلاثة أيام، بس ثلاثة أيام هذه في السنة اللي مسموح لك إنك تلعب بالألعاب النارية. إن شاء الله حنكون على تغطية جيدة لأن الألعاب النارية هنا روعة جدا. والحين إحنا داخلين سوبر ماركت نأخذ أغراض للبيت عشان الفطور. خلونا. سبحان الله الأجواء كيف جميلة. حنأخذ فجل. بابا عزوز حط لنا كيس. بابا حبيبي يرفع الفراولة. لان ما في خس روماني حناخذ هذا الخس، طبعا هذه التسعيره الذاتيه عشان تريحنا، وناخذ فاكهتنا الجميله الموز. لا خذ اللي خذ اللي الفاتح، لا تاخذ غامق، تبغى للسلطه. لا نو غامق يا بابا. هاي الذواقه، تعال يلا كله جرب. صايم اكيد. جود باي. وين تجربه عصيرات؟ يعني ما جت الا على حظنا. وبناخذ دجاج. كيف حالك؟ احنا نبغى ننحف يا بابا. Do you know how nasty does that taste? ليش طيب انت watermelon. وفي النهاية اخذت شربت شيء نيستي ها؟ It tastes so nasty. طيب الله يهديك. نسيت عطشانة. اشتروها ب3 دولار. شو شكلك انه دواء؟ ترى راحتك للسوق تعتبر رياضة، بس من الرياضات المكلفة. بدل ما تتريض في مكان عام لا لك ولا عليك، تتريض بالسوق وانت قاعد تدفع. من العادات اللي ما اقدر اخذ منها اللي القهوه، لازم اشرب قهوه يوميا. كذا شموا ريحة القهوة. واو يقدر يشموها. اي طيب ناخذ خبز بر عشان الصحة ونكون ملتزمين بنقص الوزن. ايش هذا؟ مخدة. مخدة فاكهة. هذا كله فشار؟ كلام وانت قاعد تاكل. يا ساتر. مكتوب ما في لا جلاتين لا تو ماتش. جينا بنطلع الحين. لا اله الا الله. لا والله توهقنا. اركض 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 اخوي عامر اركض. السيارة هناك. بحاول اني اركض. يلا من باب الرياضة. الله يعين. بسم الله.
تسمعون الصوت يا رب سترك. طبعا بروح لهم للباب الباب السوق ان شاء الله خير. اصبروا يا احبابي اصبروا 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 الله يصلحكم. ترتبوا الاغراض. بابا ليش ما تساعدها؟ مو الاخر بسرعه. زي ما انتم شايفين المدينه اللي احنا فيها كيف الامطار حتكون مستمره تقريبا الى الساعه 11 بالليل، والحين الساعه 5:05. سوينا حاجه كذا يعني زركشناها على ما قالوا، فاليوم بناخذ واحده من هالاهداف. طيب شوف اليوم زي عندنا قراءة صفحتين من القرآن، تطوير الذات عن طريق اليوتيوب، تقوية اللغة الإنجليزية برضو عن طريق اليوتيوب أو عن طريق القصص القصيرة، والرياضة. وحقول لكم على حاجة جدا حتهمكم. طبعا هدف اليوم مثل ما شفتوا اللي هو تطوير الذات. أنا عندي ريما حتدخل أولى ثانوي السنة القادمة، وعبد العزيز حيدخل أولى متوسط السنة القادمة، فبالتالي هم يحتاجون إلى قوة شخصية وتطوير ذات من ناحية لغة الجسد أو اللغة الإنجليزية والأسبانية أيضا، لأن هذا الشيء مقررات يعني مفروضة عليهم في المدرسة. فتخيل معي الآن عندك لو نقول شهر رمضان 30 يوم، لو 30 يوم ساعتين في اليوم حتى لو ساعتين منفصلة، فبالتالي نهاية الشهر حيكون عندك 60 ساعة. تخيل 60 ساعة علمية، فبالتالي أنت أقوى من أنك تطبقها في حياتك العملية. وأيضا بالنسبة لعيالك حيتطوروا واحدة واحدة. حكون معاكم الحين بوريكم القنوات اللي احنا نتابعها من فترة، بإذن الله حتكون بشكل يومي لأن الفائدة هي للجميع للكبير والصغير. طبعا 3 قنوات أنا أتابعها بشكل جنوني. أولى القنوات هذه اللي هو أوديو لابي، هذه فيها أفكار وفيها مثلا 10 عادات تجعلك أكثر ذكاء، 7 نصائح لتعلم 9 لغات، 10 خطوات سهلة، وكلامه جدا رائع وواضح ومنمق. القناة اللي أتابعها الثانية وتابعونها عيالي اللي هو متع عقلك. طبعا في قنوات مشابهة لمتع عقلك، لكن هذا ما شاء الله مشتركينه تقريبا أكثر من 400,000 مشترك. ف متع عقلك يتكلم عن الحيوانات، يتكلم عن البلاد، يتكلم عن البنيان، يتكلم عن عدة أمور جميلة جدا في الحياة. فالقناة الثالثة اللي هي أفكار ضد الرصاص، يعطيك حياة عن التحدي، عن التحفيز، يتكلم عن عدة أمور جميلة جدا ومؤثرة وبعضها واقعية. فلا تفوتكم هذه الـ3 قنوات عن تجربة جميلة جدا جدا جدا. بعد ما خلصنا وش اللغة الإنجليزية اللي اليوم تطورنا فيها؟ الجميلة والوحش. فقلنا اليوم عشان الجو بارد وممطر، طبعا حتمطر علينا لا محالة، فقلنا نلعب كورة هنا. طبعا باقي ساعة للمغرب، ففرصة ان احنا نلعب هالساعة. يعني فطورنا لهذا اليوم الله يعطيها العافية سوت خبز بالفرن ومتبل وسلطة، وعندنا الجيمات مع انها عند الجيمات تراها تسمن ولا لا يا خولة؟ تاخذ دم بالدجاج، قهوة وشربة، هنا شوربة وقهوة عرب. عصيرنا هالمرة بيكون فريش. طبعا قبل فترة شريت كمية كبيرة من الفراولة وثلجناها، بنحط اليوم فراولة وموز وحليب. بعد ما حطينا الفراولة والموز نكب عليه حليب.
شفته بعدين. يا زينة زينة ميلك شيك طلع. عموما قبل لا نختم الحلقة هذه سفرتنا لثاني يوم في رمضان، أتمنى منكم اللايك والشير والسبسكرايب ونراكم على ألف خير.